السلام عليكم، معكم فوكس. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم راح يكون 10 اشياء لا تعرفها عن النوتش ابل او الجولدن ابل او الانشانتنت جولدن ابل. طبعا اليوم راح يكون مقطعنا عن 10 اشياء. اتمنى يعجبكم المقطع. لا تنسوا المقطع لاخوياك ولا تشترك، وقولوا لي بالكومنتات وش حابين تشوفون اكثر. طبعا هذا المقطع راح يكون من اقتراح واحد صار له يمكن 7 شهور واليوم قريته، فقلت يلا ليتس جو خلونا نروح نسويه. في عام 2010 فبراير 23 يعني تقريبا شهر 2، في واحد من الشباب اللي بماينكرافت اقترحوا هذا الاقتراح انه يسوون الجولدن ابل. يعني ايش سوى؟ سوى كانها نكته، يقول له ريد فوكس ابيك تسوي لنا جولدن ابل. طبعا مو ريد فوكس اللي هو نوتش، قال له ابيك تسوي نوتش ابل، فحط لك كذا شكل غريب وضحكه، يعني تعرفوا المواقع ردت المشهوره. فيب بعدين قال له اوكي راح اسويها، فسواها نوتش. وكانت فكرته باختصار تاكل الجولدن ابل وراح يهلثك فل، يعني لو كان الهيلث حقك صفر راح يهلثك فل. فهذه كانت فكرتها. فبعدين غيروها وصارت من غير انه من غير لا يكون الهيلث فل، شالوا الهيلث فل وخلوها الهنجر يصير فل. ومع الاوقات صارت تتغير وتتغير، وصارت انه مو الهنجر ولا الفود ولا هذا، فصارت ان الهنجر يزيد 2 والهيلث يزيد شوي شوي، فمع الاوقات بدات تتغير الجولدن ابل. طبعا الكل يدري ان في نوعين للجولدن ابل، اذا كنت ما تعرف هالشيء فهذه معلومه جديده، واللي هو النوتش ابل والابل العاديه. طبعا هذا الشيء راح يختلف ماينكرافت الجوال او ماينكرافت الكونسل، اظن اثنينهم، اظن الجولدن ابل المطوره مو اسمها جولدن ابل وعليها تطويره، اسمها انشانتد جولدن ابل او انشانتد ابل، والعاديه جولدن ابل. طبعا هذا مو موضوعنا. موضوعنا هو قبل في ايام ماينكرافت القديمه اللي هي قبل اصدار 1.9 اللي هو الاصدار اللي خلوا السيف يكون بطيء والاكس، كانت تقدر انك تسوي جولدن ابل مطوره، وباختصار انك تسوي بلوكات جولد، مو بايرون جولد، وتحطها حوالينا. طيب كم كميه الاشياء هذه؟ تحتاج تقريبا ستاك 8 حبات من الجولدن انجت، وتقريبا من النجت تحتاج تقريبا مره كثير، يعني 648 حبة من النقت. يعني تخيلوا هذا كله عشان تسوي اللي هي حبة واحدة من هذه. طبعا قبل كانت تقدر انك تسوي فيها عن طريق مثلا تروح داخل النذر وتسوي زومبي بيج فارم، ما ادري ايش اسمه هذا، بيج مان فارم، المهم تسوي هناك وتجمع الجولد عشان تسويها. لكن الحين صار الجولد هذا ما له فايدة الا انك تقدر تسوي فيه اشياء بسيطة، يعني فيه اللي هو مثل الجولدن كارت والاشياء الثانية. انا بحط شيئين بيدي وابي الذكي اللي يقول لي وش اللي هذا الشيء اللي انا قاعد اسويه حاليا. يلا عندكم ثانيتين، 1 2 اوكي. شيء انا رميتهم هو هنا اللي هو النذر ستار والجولدن ابل. طبعا وش الفرق بينهم يا ريد فوكس؟ باختصار انا بوريكم الفرق بين الاشياء الايتمات الموجوده ماينكرافت والاشياء الموجوده حاليا. طيب وش هذا يا ريد فوكس؟ الجولدن ابل المطوره اللي هي نوتش ابل والنذر ستار هم الشيئين الوحيدين اللي مطورين كايتم، طبعا غير البوشنات، بوشنات معاهم يعني، بس بوشنات بشكل غير. فيعني ما في ولا ايتم ماينكرافت زي هذول الاثنين، فيعني معلومه بسيطه ويعني راح تفيدكم يمكن. ممكنكم ما سمعتوا عن هذا الشيء من قبل، لكن تفاح المطور يعتبر من افضل الاشياء عشان انك تروض الاحصنه. طيب مثلا هذا الحصان لو اعطيته الجولدن ابل وش راح يفرق فيه؟ لما تعطيه الجولدن ابل وتصعد عليه راح يكون في نسبه زياده 10% انه يتروض بسرعه. فخلنا نعطيه بعد تفاح ثانيه زاد 10 بعد اظن. افا يا ذا العلم، خذ بعد يلا. الحين يحبني؟ اوكي بعد اخر واحده راح يحبني، شفتوا حبني. فالجولدن ابل يعطيك طاقه اكثر او حظ اكثر عشان تروض الحصان. واما بالنسبه للصغار ففائدته لما توكله راح يزيد او يعطيك، ما ادري كيف اشرح لكم اياها، انه يقلل 4 دقائق من المده. فيا بتمنى تفهمونه. في ماينكرافت 1.9 وفوق ما تقدر تسوي كرافتنج تيبل حق الجولدن ابل مطوره، وكلنا نعرف هذا الشيء. لكن في ماينكرافت الجديده حاطه خاصيه انك تقدر تلاقيها عن طريق التشستات، لكن مو كل تشست يعني تلاقيه، نسبه جدا قليله، يعني مثلا داخل تيمبلز، داخل ماينشافت اللي وريتكم اياه قبل شوي، هذا وش اللي قدامي اظن، وفي اشياء اماكن ثانيه، يعني اي مكان في تشست او مو كل الاماكن، في كل مكان له نسبة معينة، بس نسبتها جدا قليلة لان حتى اصلا ضاعفوها النوتش ابل، كانت قوية مرة. يعني عندي بانر وعندي نوتش ابل او جولدن ابل عادية. طيب وش هذا يا ريد فوكس؟ خلونا نجيب كرافتنج تيبل ونجيب معانا لون، اي لون مثلا، خلينا نقول داي اي الالوان، مثلا خلينا نقول ازرق. طيب تبي تسوي شعار ماينكرافت، كل عليك انك تفتح الكرافتنج تيبل زي كذا ونحط هذه هنا، راح يطلع لك اللي هو بانر ماينكرافت او شعار ماينكرافت، مو جانك قصدي. فيب فمثل ما لاحظتوا ان الماينكرافت العاديه اللي هو مو نوتش ابل ما تقدر تسوي فيها بانر الماينكرافتي هذا اللي هو مو جانك.
فتقدر انك تسوي فيها اشياء مره خرافيه ترى فيها هذه. يعني باختصار انت بتسوي شعار ماينكرافت. في ماينكرافت 1.0.1 ماينكرافت الجوال تغيرت الجولدن ابل الى انشانتد ابل، فمعلومه بسيطه وقلتها بالبدايه المقطع لكن طلع بالجوال. في ماينكرافت القديمة ان الانشانتد تيبل صارت غير نظامها، قبل كان يعطيك جلوب اكثر، حاليا صار الجلوب اقل واللي هو يسمونه ابزربيشن. فخلنا نقول لكم وش تعطيك لما تاكله. راح يعطيك دقيقتين من ابزربيشن، 20 ثانية من الريجنريشن 2، وراح يعطيك ريزيستنس 5 دقائق وفاير ريزيستنس 5 دقائق. فهذه الميزات حقت الانشانتد تيبل، مو تيبل ابل اللي تفاحة المطورة. وطبعا العادية يعطيك ريجنريشن لمدة 4 ثواني أو 5 ثواني وابزربيشن لمدة دقيقتين. فلو تلاحظون جدا فرق السماء على الأرض من ناحية الانشانتد والعادية. طبعا قبل كانت OP مرة لكن الحين غيروها. فبس هذا كان المقطع اليوم، أتمنى يعجبكم، لا تنسوا لايك. إذا عجبكم اكتبوا لي بالكومنتات وش اللي عجبكم. وبس كان معك البت فوكس، أشوفكم على خير مقطع بكرة الساعة 1 الظهر. مع السلامة. الخنزير لا طالع لي، أي لا طالع لي، لا طالع لي. I'm just on the dark.